ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ان شاء الله النهارده هعمل معاكم كبسه، بس الكبسه بالفراخ. انا عملت معاكم الكبسه باللحمه قبل كده، وان شاء الله هعمل معاكم النهارده كبسه الفراخ. انا معايا هنا فرخه قطعتها 4 قطع وغسلتها كويس بالخل والملح والليمون، وقطعتها 4 قطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. ومعايا هنا بصلتين كبار فرمتهم في الكبه فرم بالشكل دوت. وهنا انا هحتاج هنا 2 كوباية رز بسمتي. طبعا 2 كوباية الرز البسمتي دوت، زي ما قلت لكم انا عملت لكم حلقه برضو قبل كده عن الرز البسمتي، وعرفت لكم الفرق بين الرز البسمتي الحلو والرز البسمتي العادي. ده الرزايه دي زي ما انتم شايفينها كده، دي اسمها رز بسمتي هندي. لما تروحي للعطار تقولي له انا عايزه الرز البسمتي الهندي، الرزايه بتاعتها بتبقى رفيعه وطويله كده شبه الشعريه. طيب 2 كوباية الرز دول هحتاج لهم 3 كوبايات من الميه، لان كل كوبايه رز انا بحط لها 1.5 كوباية من الميه، وهحط حوالي 0.5 كوباية لتسويه الفراخ، يبقى احط حوالي 3.5 كوبايات او 4 كوبايات حسب نوع الرز بقى اللي انت بتستخدميه. والرز دوت انا هنقعه حوالي 1/2 ساعة علشان لما تيجي تسويه يستوي معاكي بسهوله. ايه هي بقى البهارات اللي انا هستخدمها؟ طبعا اول حاجة ملح وفلفل وبهارات كبسة وكركم وكاري، ورشة بسيطة قوي من القرفة، لان القرفة لو كترتيها بتمرر معاكي الكبسة، وبهارات فراخ، الليمون بتاع الكبسة، وورق رولو، وقرون فلفل شطة برضو بتجيبيها من عند العطار بتخلي الكبسة بتاعتك حامية وجميلة، وقرون من القرفة الخشب. انا معايا هنا كمان 2 معلقة من الصلصة. اول حاجة هنا حبايبي معايا، انا جبت حلة كده على البوتاجاز حطيت فيها 2 معلقة من السمنة الكبيرة و2 معلقة من الزيت. هنزل دلوقتي بعد ما السمنة سخنت معايا، هنزل البصلة كده هشوحها تشويحة بسيطة قبل ما انزل عليها بالفراخ. خلاص البصلة اتفرت معايا كده شوية زي ما انتوا شايفين، انا دبلتها بس مش اكتر من كده. هحط لها كمان 2 معلقة صغيرة من الثوم المهروس. الثوم المهروس بيدي كمان للفراخ وهي بتتشوح ريحة جميلة قوي. هبتدي اشوحهم مع بعض هما كمان 5 دقايق. خلاص البصلة اتفرت معايا كده شوية زي ما انتوا شايفين، انا دبلتها بس مش اكتر من كده. هحط لها كمان 2 معلقة صغيرة من الثوم المهروس. الثوم المهروس بيدي كمان للفراخ وهي بتتشوح ريحة جميلة قوي. هبتدي اشوحهم مع بعض هما كمان 5. وبصوا كده حبايبي، خلاص انا هنزل الفراخ معايا. اول حاجة هحطها على ظهرها كده زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، هشوحها كده كويس الاول مع البصلة زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزة تقطعي الفراخ معاكي على 8 قطع برضو ممكن تقطعيها، انا بحب وانا بشوح الفراخ ان انا احط عليها شوية من الملح والفلفل، بيدي للفراخ ريحة جميلة قوي وهي بتتشوح. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي انا بشوحها، هقلبها بقى على الناحية التانية عشان تاخد كمان تشويحة من الناحية التانية كده. زي ما انتوا شايفين كده انا خليتها تتشوح كمان من الناحية التانية، هسيبها يتشوحوا مع بعض كده شوية. خلاص كده حبايبي هي كمان اتشوحت معايا من الناحية التانية، هبتدي انزل بالبهارات كلها اللي هي الملح والفلفل. ممكن لو مش حابة تحطي الملح في الاول بس عادي، لان الفراخ اصلا بتستوي بسرعة فالملح مش هيعطل سواها ولا حاجة. وهحط البهارات اللي انا قلتلكوا عليها كلها اللي هي الكركم والكاري، كل من الحاجات دي كلها انا حاطة منها 2 معلقة صغيرة، لان انا هعمل 1/2 كيلو من الرز بس، لو انا هعمل اكتر كنت هحط 2 معلقة كبيرة. وهنزل كمان بالليمون والورق اللورو وقرون الفلفل والقرفة، هشوحهم كده مع بعض كويس قوي. هشوح الفراخ بالتوابل دي كلها، بتبقى بسم الله ما شاء الله ريحتها تحفة، والتوابل كلها الفراخ بتشرب من التوابل دي وبتبقى ريحتها جميلة قوي. علشان خاطر كده انا ما صفرتش البصله قوي، انا خليتها بس يا دوبك لونها يدبل علشان هي لسه هتاخد لون مع الفراخ وهي بتتشوح كلها. اهوت حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بس انا الفراخ طلعت عندي كبيره شويه
انا كنت يعني احسن ان انت لو تعملي بالفراخ تكون مش كبيره قوي كده، يعني حلوه قوي لما الفرخه تكون معاكي 1.6 كيلو، اما دي الصراحه حوالي 2 كيلو فكبيره شويه قوي. بس انا ما لقيتش النهارده الا الفراخ كبيره، وهبتدي انزل كمان بمعلقتين الصلصه وهشوحهم مع بعض كده كويس قوي. قادره اقول لكم ما شاء الله على ريحه التوابل لما اتحطت على الفراخ، ريحتها جميله جدا جدا، وفعلا لما هتعملي الكبسه بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. اهو كده حبايبي زي ما انتم شايفين، هسيبهم بس يتشوحوا مع بعض حوالي 5 دقايق وابتدي ازود لها الميه. زي ما انتم شايفين كده الفراخ اتشوحت معايا، هبتدي اضيف لها دلوقتي الميه. احنا قلنا ان كوبايتين الرز هياخدوا 3 كوبايات ميه، وهتحطي حوالي 1/2 كوباية لتسويه الفراخ، والميه اللي انت بتحطيها لازم تكون ميه بالتدريج. اهوتي حبايبي انا حطيت الفراخ، وطبعا حطيت الملح بتاعها والفلفل، انت بقى ظبطي ملحها والفلفل بتاعها زي ما انت بتحبي، البهارات بتاعتك بتحبيها تبقى عامله ازاي. اهوت هسيب الفراخ تستوي سوا كامل، الفراخ تقريبا بتاخد حوالي ساعه الا ربع سوا. شايفين كده حبايبي الفراخ ابتدت تغلي معايا زي ما انتم شايفين كده، انا هبتدي اوطي عليها البوتاجاز عشان تستوي براحتها، هي هتاخد حوالي ساعه الا ربع. بعد ما الفراخ تستوي معايا هطلعها واقوم حطاها في صينيه وادخلها الفرن تاخد وش كده، وابتدي اضيف الرز. يبقى انا هي خلاص كده الفراخ ابتدت غليت معايا، هوطي عليها العين وهظبط البوتاجاز بالظبط على ساعه الا ربع. لازم تسوي الفراخ معاكي سوا كامل. طبعا بعد ساعه الا ربع دلوقتي انا طلعت الوراك الاول، لان الوراك بتستوي طبعا قبل الصدور، هسيب الصدور كمان حوالي 10 دقايق وبعدين اطلعها. خلاص كده حبايبي كمان الصدور استوت معايا، هطلعها معاكم كده زي ما انتم شايفين. هدهن وشها دلوقتي زيت وشويه صلصه وهدخلها الفرن تاخد وشي معانا. ودلوقتي هبتدي احط الرز. هنا كوبايتين الرز اللي انا كنت نقعاهم لمدة نص ساعة، صفيتهم كويس قوي من المية وهبتدي احطهم دلوقتي. طبعا انا ما زودتهمش مية تانية، لان احنا كنا عاملين حساب ان الفراخ هتستوي، فانا كنت حاطة المية اللي الفراخ هتستوي فيها، عشان خاطر كده انا كنت موطية البوتاجاز، لانك انت لو سبتي النار عالية هتلاقي ان الفراخ بتشرب المية بسرعة وهتضطري تزودي مية تانية، انما كده المية مش هتضطري تزوديها، وكمان الفراخ هتستوي. خلاص كده انا هسيبها تغلي. وقال حبايبي انا دهنت معاكو وش الفراخ الزيت مع شوية الصلصة وهدخلها الفرن دلوقتي. ما انتوا شايفين كده حبايبي خلاص الرز ابتدى يغلي معايا، انا هسيبه بس يتشرب المية بتاعته ديت، وابتدي اوطي عليه كأني بسوي رز عادي بالظبط. شايفين لونه بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، وبجد طعمه هيطلع جميل قوي وهيعجبكم. وعايزة اقول لكم كمان لو انت حابة تسيبي الفراخ في الرز تستوي في الرز وتاكليها بدل ما تطلعيها وتحمريها في الفرن، يبقى هتحطي الرز والفراخ لسه ما دخلتش في السوى، يعني تكون معاكي نص سوى، لانك لو سبتي الفراخ تستوي خالص وهتكملي سواها مع الرز، الفراخ هتبقى مهرية معاكي. بصوا بقى كده حبايب قلبي الرز خلاص شرب المية بتاعته زي ما انتوا شايفين كده، خلاص هوطي عليه واسيب الرز يستوي براحته. ان شاء الله مش هياخد وقت لان احنا كنا نقعينه قبل كده في مية، فان شاء الله يستوي معاكي بسرعة. بصوا بقى حبايبي خلاص كده هي الكبسة استوت معايا زي ما انتوا شايفين الرز مفلفل ازاي، وبجد طعمه جميل قوي. هنبتدي دلوقتي نغرفهم مع بعض. وكده حبايبي غرفتها في الطبق زي ما انتوا شايفين، وشايفين الفراخ بعد ما حمرتها وحطيتها فوق وش الكبسة، بجد طعمها جميل وهتعجبكم قوي لو جربتوها بالطريقة دي. وزي ما انا قلتلكوا لو انتوا حابين ان كنتوا تسيبوا الفراخ في الكبسة ما تطلعوهاش، يبقى ما تخلوش الفراخ تستوي قوي، هتسيبوها نص سوا. وهي دي وصفتي اللي انا عملتها معاكم النهاردة، عملت معاكم الكبسة بالفراخ بجد جميلة قوي، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله.